تشجيع الاستثمارات والشراكة في قطاع الطاقة في الجزائر هو محور منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، الذي كان فرصة دعا فيها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن المتعاملين الطاقويين الأوروبيين للاستثمار في الجزائر لتزويد السوق. وغني عن البيان أن الجزائر في مجال الطاقة هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي لأوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري. ندعو كل الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات للعمل معنا على رفع من قدراتنا في إنتاج المحروقات لا سيما وخاصة الغاز لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين. هذه فرصتكم لتعزيز دوركم في سوق سيبقى يعتمد بنسبة 90% على واردات الغاز إلى غاية 2030. للجزائر فرصة مهمة للاستثمار في مشاريع جديدة لاستكشاف وإنتاج الغاز، وأنا هنا اليوم لأشجعكم وأؤكد لكم بأن هذه الاستثمارات ستكون مثمرة وأوروبا جاهزة لشراء الغاز من الجزائر مستقبلا. بحث فرص الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في قطاع الغاز الطبيعي وكذا في مجال الطاقات المتجددة لتحسين الأداء البيئي الذي يشكل أهم القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة الجزائرية. تصورنا لتعاون الجزائر الأوروبي في ظل انعقاد ملتقانا هذا لابد أن يكون شاملا ومفيدا للطرفين، ولا ينحصر دور الجزائر فيه على كونها الممول الرئيسي والتقليدي للأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي، بل يجب أن يتعدى إلى جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالطاقة. وما ننتظره اليوم من هذا المنتدى هو أن نتمكن من تحديد دور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حتى تكون التبادلات بين القطاعين الخاص والعام أكثر سهولة من أجل تعزيز الاستثمار خاصة الاستثمار الأخضر في ظل التنمية المستدامة. تعزيز الحوار مع الشركاء الأوروبيين خطوة هامة لتوطيد التعاون والشراكات المستقبلية، لا سيما وأن الجزائر شريك استراتيجي آمن وموثوق به في مجال الإمداد بالطاقة وتموين السوق.